النشرة الرياضية من الجزائر الدولية، أهلا بكم. عقد الناخب الجزائري جمال بالماضي ندوة صحفية بقاعة المحاضرات التابعة لملعب نيلسون مانديلا للحديث عن مواجهة الصومال المقررة غدا الخميس. الناخب الجزائري كان مرفوقا بقائد الخوض رياض محرز، كما تطرق إلى العديد من النقاط قبيل المواجهة، أبرزها ضرورة احترام المنافس المنتخب الصومالي، وكذا تفادي انطلاقة سيئة في تصفيات المونديال. هدفنا واضح، لا يجب أن نستهل مشوارنا بطريقة خاطئة، يجب علينا احترام منافسنا. لقد درسنا المنتخب الصومالي بشكل جيد، وسنلعب أيضا على ملعبنا وأمام جمهورنا. فريق الصومال لا يعد الأفضل في إفريقيا، لكن الأهم هو بسط طريقة لعبنا في هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث. هذا ويخوض المنتخب الجزائري عشية الخميس مباراته الأولى لحساب تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام منتخب الصومال على أرضية ملعب نيلسون مانديلا ببراق بالعاصمة الجزائر. مباراة يطمح من خلالها رفقاء الدولي الجزائري حسام عوار لتحقيق الانتصار ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التي حققتها كتيبة الخضر في آخر خرجاتها. الطريق نحو مونديال الولايات المتحدة، المكسيك وكندا، بدايتها ستكون من الرقعة الخضراء لملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة الجزائر. محارب الصحراء المنتخب الجزائري يقص شريط البداية بمواجهة نجوم المحيط المنتخب الصومالي في أولى المباريات التصفوية لمونديال 2026. محارب الصحراء المنتخب الجزائري يقص شريط البداية بمواجهة نجوم المحيط المنتخب الصومالي في أولى المباريات التصفوية لمونديال 2026 لحساب المجموعة السابعة التي تضم إلى جانب الجزائر والصومال كلا من غينيا، الموزمبيق، أوغندا والمنتخب البوتسواني، الأمر الذي يجعل رفقاء القائد رياض محرز في أفضل رواق لتصدر المجموعة. قائمة المحاربين عرفت عودة ثلاثة أسماء لم تكن حاضرة في آخر معسكر: آدم والناس مهاجم نادي ليل الفرنسي الغائب عن الخضر منذ سبتمبر 2022، والثنائي نبيل بن طالب لاعب خط وسط نادي ليل، وبغداد بنجاح مهاجم نادي السد القطري. مباراة يسعى من خلالها أشبال جمال بالماضي إلى تحقيق انطلاقة قوية، خاصة في ظل الجاهزية التي تتمتع بها كتيبة المحاربين الطامحين لمحو إخفاق التأهل في النسخة الماضية. وفي الجهة المقابلة يدخل المنتخب الصومالي غمار التصفيات على أمل تحقيق المفاجأة والعودة ولو بنقطة من ملعب نيلسون مانديلا. حلم العودة إلى المونديال بعد الغياب عن نسختي روسيا 2018 وقطر 2022 لن يكون سهلا، خاصة في ظل الوثبة التي عرفتها كرة القدم الإفريقية. لكن حتمية التواجد في المونديال القادم ستذلل العقبات لأجل إنصاف جيل تسيد القارة في النسخة قبل الماضية وغاب عن مونديال قطر قبل 10 ثوان كانت تفصله عن البصم على تأشيرة العبور. ليتجدد أمل التواجد في كأس العالم 2026 بأمريكا، المكسيك وكندا، والانطلاقة من إصطاد نيلسون مانديلا الذي سيجمع بين الحلم والجمهور. كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوفا عن الكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأوروبية التي ستقام خلال الفترة من 14 جوان حتى 14 جويلية من عام 2024. الكرة الرسمية تحمل اسم فوس باليبي، وهو ما يعني حب كرة القدم باللغة الألمانية، وهي من تصميم شركة أديداس. وستكون فوسبالي بأول كرة ذكية تستعمل خلال نهائيات كأس أمم أوروبا، وهي كرة متصلة مع الحكام عبر تقنيات اتصال حديثة وفق ما أشار إليه بيان اليوفا. كما تم صناعة الكرة من مواد متطورة وطبيعية ستساعد اللاعبين على التحكم بها وإظهار مهاراتهم بالشكل الأمثل.
يواصل المنتخب الإنجليزي استعداداته للمباراتين المقبلتين في تصفيات يورو 2024 أمام مالطا ومقدونيا الشمالية. وشهدت تدريبات إنجلترا مغادرة جود بيلينغهام لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني وكولويل لاعب تشيلسي الإنجليزي معسكر الفريق بسبب الإصابة، فيما تدرب هاري ماغواير وألكساندر أرنولد بشكل منفصل. من جهة أخرى، عرب إزري كونسا لاعب أستون فيلا عن سعادته بانضمامه إلى منتخب إنجلترا الأول، مؤكدا أن استدعاءه حلم أصبح حقيقة. بعد مباراة يوم الأحد تلقيت المكالمة بعد 10 دقائق. لقد كان شعورا غريبا، إنها لحظة فخر بالنسبة لي ولعائلتي، إنه حلم أصبح حقيقة. كنت أرغب في اللعب لمنتخب إنجلترا منذ أن كنت طفلا صغيرا. أنا فقط ممتن لهذه الفرصة. أعتقد أن هدف كل لاعب هو المشاركة في البطولة الكبرى واللعب لمنتخب بلاده. يستعد منتخب الأرجنتين بطل العالم لمواجهة أوروغواي ضمن الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، ويتصدر فقاء ليونيل ميسي ترتيب التصفيات برصيد 12 نقطة بعدما حققوا العلامة الكاملة في أول 4 مباريات. في المقابل تقدم أوروغواي تصفيات جيدة بقيادة مارسيلو بيلسا، تحتل وصافة المجموعة أمريكا الجنوبية ب7 نقاط من 4 مباريات. كما ستكون المواجهة بمثابة لقاء مرتقب بين ليونيل ميسي ولويس سواريز. أعتقد أنهم إذا استمروا في تقديم نفس المستوى كما فعلوا في آخر لقاء فسيحاولون الضغط علينا، وهذه هي الطريقة التي يلعب بها فريق بيلسا. أود أن أقول لك إن منتخب الأرجنتين يحظى باحترام المنافسين، وهم يعرفون ما يعنيه اللعب ضد الأرجنتين، لكن علينا أن نواصل العمل والتركيز والاستعداد بأفضل طريقة ممكنة، وأعتقد أننا سنقوم بتلك الأمور بشكل صحيح. قال الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ يان كريستيان دريسن إن الظفر بصفقة هاري كين تستحق العناء، وأن كين يناسب الحمض النووي لبايرن ميونخ، مشيرا إلى تأثير الكبير للمهاجم الإنجليزي وبدايته المثالية مع البافاري. لقد بذلنا قصارى جهدنا إلى حد ما، ونحن أكثر سعادة لأن الجهد كان يستحق كل هذا العناء. هاري كين قدم الكثير لتوتنهام وهو يفعل نفس الشيء معنا. أريد القول أنه يناسب الحمض النووي لبايرن ميونخ تماما. لم يسبق للاعب أن سجل 17 هدفا في أول 11 مباراة. نحن سعداء لأنه يرتدي هذا القميص المناسب. أعلن نادي نابولي الإيطالي تعيين والتر ماتزاري مدربا جديدا لنادي حتى عام 2024 خلفا للمقال رودي غارسيا بسبب سوء النتائج. ويحتل نابولي المركز الرابع بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر، وسيتولى المدرب والتر صاحب 61 عاما مهمة الإشراف على العارضة الفنية لنابولي من جديد بعد أن سبق له تدريبه بين عامين 2009 و2013. أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم عن تعيين مدرب تشيلسي إيما هايز على رأس منتخب السيدات في صفقة قياسية ستجعل منها المدرب الأغلى أجرا في العالم. وقالت هايز في بيان نشره الاتحاد الأمريكي: إنه شرف كبير أن تتاح لي فرصة تدريب أفضل منتخب في تاريخ كرة القدم الدولية، حسب قولها. وبدأت هايز مسيرتها التدريبية في عام 2001 في سن 25 عاما إثر انتهاء مسيرتها كلاعبة بسبب الإصابة. ختاما نشر رياضيا، للمزيد من الأخبار تابعونا عبر مختلف منصات قناة الجزائر الدولية الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.